مختلفة جدا. بصوا السادة السيدات المحاضرات الحقيقة كانت محاضرة كريمة جدا. أنا بس عايز أسأل سؤال، إحنا مش فاهمين، إحنا بنتغير كل ما بنتغير أسوأ. إحنا بنتغير يعني بداية، لو كان ما ذكرت الدكتورة أمينة كده من بعد أو الدكتورة أمينة بعد 25 يناير بقت أسوأ ما فيه. إحنا فعلا بنتغير، إحنا عايزين نتغير للأحسن زي ما قال الأستاذ أحمد، في تغيير الأسوأ وتغيير الأحسن. طب هنتغير ازاي؟ المنظومه القيميه كلها لازم تبقى ثابته. المنظومه القيميه بتقول ايه؟ عندنا دلوقتي الاغنى، الاجمل، الاحلى، اللي راكب عربيه احلى، اللي ساكن في بيت احلى. طب الكلام ده يجي منين؟ بيجي بالفلوس. الفلوس دي بتيجي منين؟ بتيجي بالغش، بتيجي بالتدليس، وبتيجي بالجهد، وبتيجي بالعرق، وبتيجي بطرق كتيره جدا جدا. يبقى اذا هو المشكله مش في التغيير، المشكله في المنظومه القيميه. تثبيت المنظومة القيمية في المجتمع، ان احنا ندور على ايه القيم اللي احنا بندور عليها. يعني هل بندور على الحق والجمال والعدل زي ما الفلسفة بتقول، ولا احنا بندور على ايه بالظبط؟ الاغنى، طب خلاص اي طريقة تجيب فلوس انا بجيب بيها فلوس. اي طريقة توصلنا ان احنا نبقى نكون مجتمع هنبقى كلنا حمو بيكا. اي طريقة تخلينا راكبين عربية احسن طبعا هنعملها. هي دي القصة، القصة مش في تغيير كحد ذاته، التغيير احنا بنتغير كل يوم، كل حاجة بتتغير، سبحان من الله واشتغلت يعني، كل حاجة متغيرة في المجتمع، هي المشكلة كلها في المنظومة القيمية. المنظومة القيمية الناس اللي طبعا اللي الناس اللي ماشية سايرة في طريق ربنا سبحانه وتعالى عارفة يعني ايه قيم وعارفة يعني ايه لكن بقية الناس اللي في المجتمع اللي هم ما بيعرفش الكلام ده، خد بالك احنا برضه مجتمع يجمع العديد من الناس، جميع الاديان، جميع الطوائف، كل حاجه. مش 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 منظومه قيميه واحده، مع ان الاديان كلها جت بمنظومه قيميه واحده. لكن المنظومه القيميه نفسها متغيره في المجتمع. انا هقدر اقول للراجل اللي بيسرق علشان يسرق اللحمه بتاعت المجتمع علشان يجيب لنا لحمه من بره غاليه، والراجل بيعمل ايه في الفراخ، والراجل بيعمل ايه مش عارف في العربيات، والمافيات الموجوده في المجتمع دي كلها، انا اقدر اكلمه في حاجه؟ لا طبعا، لا طبعا. اقول له ازاي تغير نفسك؟ ده تغير ازاي؟ طيب العيال اللي ولادنا اللي باظوا من السوشيال ميديا هرجعهم ازاي تاني؟ ازاي يرجعوا تاني؟ اقول له لا يا حبيبي انت تعرف ان غير التليفون ده احسن؟ لا طبعا. اقول له لا يا حبيبي ما تاخدش المعلومه بالطريقه دي، لا واتساب انسى الكتاب. لا طبعا، ما حدش هيقدر يعمل ده. انا طبعا مش بدعو الياس ولا حاجه، بس انا بدعو ان احنا ندرس طرق جديده، ان احنا ازاي نتغير للاحسن، ازاي نحدث طفره في هذا المجتمع. هو ده بدعو ليه. شكرا. شكرا جزيلا.